اللي حصل النهاردة ولا كان على البال ولا على الخاطر. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعوا لبعض. أيوة حصل، كتبوا الكتاب وعلوا الجواب وكل شيء انكشف وبان. فصل جديد في حكاية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بتكتبه الفنانة الشهيرة بنفسها بعد أكتر من شهرين من الخناقات والخلافات والشتايم رايح جاي. شيرين رجعت لحسام وكأن مفيش حاجة حصلت. شيرين طلعت في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب اللي نشر لأول مرة صور وفيديوهات لكتب كتاب شيرين وحسام اللي تم بسرعة جديدة يوم الخميس بالليل. اللي حصل إن شيرين طلعت من المستشفى على فيلا التجمع وقعدت مع حسام لتصفية الحسابات، واكتشفوا زي ما قالت إن كان معمول لهم عمل كبير قوي، لكن دلوقتي خلاص كل حاجة اتحلت. شيرين كمان أعلنت إنها هتتنازل عن كل القضايا اللي رفعتها ضد أخوها محمد عبد الوهاب اللي رفضت تقول عنه أخويا في المداخلة، بس قالت اسمه بالكامل محمد سيد عبد الوهاب، وإنها بتحب تبقى متسامحة وكمان ما تقدرش والدتها تنام ودمعتها على خدها بسببهم. شيرين اعتذرت لحسام على الهوى وقدام كل الناس بعد ما دعت عليه قبل كده برضو على الهوى وقدام كل الناس، هي اللي غلطت فيه وهي اللي ردت اعتباره. شيرين قالت ان قلبها متسامح وانها كانت غلطانة لما حياتها الخاصة بقت مشاع، وان هي وحسام كانوا ضحية مؤامرة كبيرة بس خلاص عدت بسلام. وقعدت بقى تتغزل فيه، حسام ده طيب، حسام ده حب حياتي، انا دلوقتي في امان مع حسام. لا دي كمان استفزت الناس وقالت له هسمع الكلام بعد كده واللي تشوفه يا سي حسام. بس مفاجآت شيرين ما بتخلصش. امبارح الإعلامية نضال الأحمدية كانت بتلومها وتعاتبها في فيديو ليها وبتنصحها إن حسام هيضرها ومبوظ حياتها. النهاردة شيرين قالت إن كل ده كان سوء تفاهم وإنها عرفت الحقيقة، ونضال بعتت لهم بوكيه وردة على البيت لما عرفت إنهم رجعوا لبعض. إحنا عارفين إنكم زهقتوا وإحنا كمان والله. وشيرين قالت إنها زهقت من الكلام عن حياتها الشخصية، واللي جاي بعد كده كله هيبقى شغل وأغاني وبس. الموضوع مش محتاج كواليس خلاص، دلوقتي شيرين منفصلة عن أهلها ورجعت لحسام وقاعدين في فيلة التجمع وبناتها مع أبوهم الملحن محمد مصطفى، وأخوها ومامتها خسروا بنتهم. هي سامحتهم بس في حاجات ما ينفعش تتنسي، ما هو زي ما قالت أنا اتخذت على أخوانا ورحت المستشفى بطريقة مهينة، بس قررت تستفيد من ده وحولت المحنة لمنحة، اتعالجت وخرجت ولسه بتتعالج نفسيا وهتبقى أحسن الفترة الجاية.